الدين الإسلامي يحث على أن الميت إذا مات يدفن مباشرة لا يؤخر. دين مر إسلام دواروني كان يتطور تلوسي إيه كما بيو كيك وديك ديكو. إذا تحققنا من موته كابو نونو نواسي أكيكيشا نو ستمرنا أثار يجهز يغسل يكفن ويصلى عليه ثم يدفن. أما أن يبقى هذا الميت حتى يتغير ينتفخ وتتغير رائحته أو يلعب في بعض الناس يأخذون من مكان إلى مكان أنت وأنت حي لا ترضى أن يلعب بك تنتقل من مكان إلى مكان. فما بالنا بهذا الميت تتغير رائحته ينتفخ البطن قد تتصلب العظام لماذا نلعب فيه بأي حق؟ الميت في الإسلام له حق علينا. أن يغسل حتى التغسيل لا يحضر أحد، فقط الذي يغسله مع ستر العورة. الرجال يغسل الرجل والنساء يغسل المرأة، لكن لا يحضر في التغسيل إلا من يعمل على تغسيل الميت فقط، لا يأتي أحد يتفرج حتى ولو كان من أولاد الميت. هذا فيه إكرام للميت ورحمة بأهل الميت، يعني لا لأن الآن أهل الميت إذا طال بقاؤه دون الدفن يبقى في حزن. ومن قال أنه يبقى هذه المدة؟